السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشرح البسيط حول كيفية البحث عن طريق الصور، يعني كيف أقوم بالبحث عن صورة في الإنترنت وأعرف أي المواقع التي تحمل هذه الصورة، يعني المواقع التي يمكن أن أجد فيها نفس الصورة التي لدي، من أجل أن أعرف هل هناك تعديل فيها، أو يعني هل قام أحدهم بالتعديل عليها ببرنامج فوتوشوب مثلا، أو هي عادية ولم يقوم أحد بالتعديل عليها. نأتي إلى موقع تين اي، وكما يظهر في رابطه tinei.com. الموقع يمكنك أن تبحث عن طريق اليورال، ويمكن أن تبحث عن طريق تحميل الصورة. نأتي مثلا نحن إلى هذا الزر موجود هنا ونضغط على أبلود، وآتي مثلا إلى هذه الصورة. أريد أن أبحث عن هذه الصورة لأعرف أين توجد في الإنترنت، ما هي المواقع التي يمكن أن أجد فيها هذه الصورة. أضغط أوفغيغ أو أبلود حسب اللغة، ويقوم الموقع بإعطائي أو يقول لي أنه وجد 88 نتيجة، أي أن هذه الصورة وجدها في 88 موقع هنا مثلا، ويعطيك اسم المواقع، اسم الموقع الأول، الصيغة جي بي او جي، والحجم 500×333، والوزن التي تزن الصور، إلى غير ذلك. مثلا آتي إلى هاته لكي أعمل مقارنة ما بينه وبين الصورة التي لدي، أقوم بالضغط على كومبار ماتش، وهنا أجد هذه الخانة فيها سويتش بالإنجليزية، أعتذر، وهنا نجد إيماج، وهنا إيماج ماتش، وأقوم بالمقارنة. عندما أضغط على الزر الأزرق ينتقل ما بين الصورة التي قمت بتحميلها والصورة الموجودة في الإنترنت لكي أقارن بينهم، يظهر أنها نفس الصورة، فقط ينقصها بعض البيكسلات في الطول، يعني سوف نجدها أصغر بقليل من التي لدينا. هذا هو الفرق، ويعني هذه هي فكرة الموقع. يمكننا البحث عن طريق الصور، وكذلك بالنسبة لأي صورة أخرى أريد أن أعرف مصدرها الرئيسي، أو أي موقع قام بنشرها، أو أين يمكن أن أجد مقالة مثلا عليها، أقوم بالبحث عنها عن هذه الطريقة، والموقع يبحث لي في الإنترنت عن أين يمكن أن توجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.